اخواني السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور. يا مرحبا الساعه الجميع. طبعا يا اخواني، بما انه اليوم اخر يوم لنا في الهند، مبادره مني ومن شباب الجروب، اخواني جزاهم الله خير وبيض الله وجوههم، عزمنا ان نسوي حفل بسيط للمرضى العمانيين الموجودين في كيرلا ككل، مش فقط الموجودين في مستشفى ماي لايف. ومثل ما شايفين اليوم من الصباح ما صورنا وقاعدين نجهز لهذا الحفل، وان شاء الله الحفل راح يتضمن فعاليات والعاب واجواء طيبه. وخلكم متابعين. ابو راشد، بس اباك تخبر المتابعين وش الهدف من هذه الحفله. الهدف طال عمرك يا فهد يبالو لا شيء، طال عمرك زرنا المكان وشفنا الناس تعبانه نفسيا وكذا، وقلنا شو نعيشهم الجو ونستانس من وناستنا من وناستهم. وفهو ارفع كاميرتك وصور، وهذا المكان اليوم ننكله يا اخوي فهد. خلكم متابعين يا اخواني. طبعا مثل ما شايفين هاي التجهيزات. السلام عليكم يا اخواني، اول شيء بيض الله وجهك من تلبى الدعوه وحضر، جزاكم الله خير وتشرفنا الشاهد الله بشوفه الجميل. والله العظيم ان ما سوينا هذا الحفل الا ودنا نونسكم بالشيء البسيط، عارفين انكم متغربين والواحد فيه جروب، وحبينا بس نطلع لو بالشيء البسيط نونسكم. وكل الشكر لشباب الجروب على هذه الفكره وللدكتور اقبال اللي تعاون معنا بامانه. يعني اليوم فضى ساحة المستشفى للحفل، جزاه الله خير والله يشفيك المريض، وإن شاء الله راح تكون عندنا عندك فعاليات جهزها الأستاذ إقبال، وإحنا إن شاء الله بعدين راح نرزف مع بعض، راح تكون فعاليات وألعاب وهدايا. وخلكم متفاعلين، بس خلكم متفاعلين. يا مرحبا الساعة أبا أكبر صفقة الأستاذ إقبال. استاهل نسمع شلة من صوت الشذي يكون يفتتح فيها هذا الحفل. بسم الله وعلى بركة الله. تفضل يا معزم. اللي بس صفقة أهم شيء صفقة. معزم يا أمي. هو ولد حبيبي ما وحشناك، طولت ما شافتك عيني، طولت يا الغالي بفرقك وتعبتني وانت ظليني، ما دام جزاك الله خير على هالشغل الطيب. الان يا اخواني ان شاء الله راح نبدا الفعاليات اللي جهزها الاستاذ اقبالي. اخواني طبعا بنبدا اول فعاليه، ابو احمد لعبه بسيطه، طبعا مثل ما شايفين ابو احمد والشال عندهم. ابو احمد سكارة. اذا جت في الدائره على العصير شيل العصير، توكل على الله. عصير انا فكر عيفهم بيعطوني. ابو احمد اليون من مايون استر علينا. يلا بسم الله وعلى بركه الله نبدا اول فعاليه. روح يا ابو احمد. يلا روح
امي. عرفنا على اسمك السعيد. والله نعم يا عبد العزيز. من وين ما شاء الله؟ من المدينة المنورة. من السعودية. والله شرفتوني اهل السعودية، والسعودي عماني وعماني سعودي، وشاهد الله كل واحد، وشرفنا شاهد الله بالحفل. والله يعطيك الصحة والعافية، والله يشفيك يا رب. يا مرحبا. وعرفت الفعالية؟ يلا بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ. قرب يا معزم، قرب شوية شوية بس، قرب قرب يا معزم شوية. يلا بسم الله. كفو كفو، أكبر صفقة هناك على الجمهور، أكبر صفقة يا شباب. كفو كفو كفو، ما قصرت ما قصرت. الله يعطيك الصحة والعافية، والله يشفيك يا رب. طبعا الآن عندنا فعالية مجهزينها الأستاذ إقبال، خلونا متابعين مع بعض. يلا بسم الله، تفضلوا يا شباب. دانس دانس صوفي صوفي دانس صوفي دانس اسم الفرقة. يا مرحبا كسر كل الفرقة يا شباب. يا مرحبا يا مرحبا حياكم. وتخيب وتقطع النصيب، وش هي اللي بيجاوب له هديه من عند ابو سيف؟ يلا يا شباب، تصيب وتخيب وتقطع النصيب. دعوه دعوه، صفقه يا شباب، صفقه. دعوه تصيب ودعوه تخيب ودعوه تقطع النصيب. تفضل يا ابو احمد. كفو كفو يا احمد. يا غلوي سلام ابو احمد سلام. يلا يا شباب خلكم منتبهين، السؤال الثاني عند ابو سيف وش قال؟ السؤال الثاني اللي في القدر. كفو كفو، صفقة يا شباب، صفقة صفقة يا شباب، صفقة يا شباب. كفو 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 كفو. هو السؤال الثاني قال قال اللي ما يطلع وش قال؟ حامضة حامضة. اوكي اوكي فهد فهد، حيو حيو مغروشي، حيو حيو سلام سلام. والعقل يا سلام، حيو اوكي اوكي. يا مرحبا يا مرحبا، حي من وصل. يلا يا شباب اكبر صفقة حق معزب. يا مرحبا الساعة، حي حي يا معزب، حي معزب. الآن عندنا فقرة سؤال وجواب، واللي جاوب له ميدانية هدية. باقي سؤال من عندك مثل أي شيء بخاطرك، سؤال من عندك والجمهور يجاوب عليه. وش قال معزب السؤال؟ وش قال له وش قال له؟ هيا هيا هيا، هو هو تجمل 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 تجمل. ما عندي شيء يا بس، ما عندي سؤال. تبغى سؤال؟ لازم يعني تقول لي سؤال. انا بس من عندك من عندك، متى نبتون نخل؟ يلا يا شباب يلا فهد انا سالته بروح ما عند المتى والله. يلا يا شباب، اللي يعرف اللي جابه تفضل. ابو احمد من شهر واحد وفوق، وش قال؟ كفو 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 كفو، بيض الله ويك يا ابو احمد، سامحني باليسار يا حافظ يا حافظ. اجابته خطا، ما يعرف وحده هو. فهد انا روحي ما عند البدايه راسي والله من يدري انت، لكن يستاهل. اعطيته اعطيته عنا يا ريال، غلط والله.
يعطيكم الف عافيه. وهذا كم من بيت بعد عليكم يا اخوان. وش قال ابو راشد؟ اصبر نسيت، خلنا نتذكر يا اخوي، اختبصنا متعودين. لا لا رسميات يا اخوان. يلا تفضل يا ابو راشد، وش قال؟ جيب المايك، جيب المايك، بغطي عليك الموضوع. يلا يلا الجمهور مقابلنك. لا تدخل الجمهور مقابلنك. يقول سميت باسم الواحد العالي البصير. البصير. وخطيت جيلي من اوراق الصافيات. صافيات. خلي نزعته من فؤادي والضمير. الضمير. واشوف الدنيا وامور كورونا ومعاكسات وسلمتوا. بيض الله ويك يا ابو راشد. بيض الوي يا ابو راشد. طبعا يا اخواني الان عندنا مشاركه من احد الاخوان العمانيين الموجودين هنا في كيرلا. الاخ احمود الشيدي بيسمعنا نشيده بصوت الشذي. خلكم متابعين يا اخوان. تفضل يا اخوي احمود. يا مرحبا يا مرحبا السلام. اكبر صفقه يا شباب محمود، اكبر صفقه يا شباب. خلاص اسمع الصفقه. كفو كفو. يلا تفضل يا احمود. ونشكر الشباب. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا شكر على واجب، هذا شيء بسيط، شيء بسيط سويناه، جزاكم الله خير، تستاهلوا. يا مرحبا تفضل. إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كل أحبك البعض مني فقد ذهبت بكلي يا كل كلي فكلي إن لم تكلي فما. يا مرحبا يا مرحبا، حيا الشباب، الله يحييكم، حيا الشوف. يا مرحبا. طبعا يا اخواني الان بتكون عندنا فقره عند هالشباب الطيبين، الرقصه العربيه. يلا تفضل يا شباب. طبعا حاليا عندنا فعاليه الكوره معزز، بس ابغاك توضح للجمهور كيف بتكون اللعبه. اخوان مثل ما شايفين هذه الكوره وهذا الجول، توقف هنا طبعا معزز قدام الجمهور، بس تجربه مع الجمهور. اخوان خليكم مركزين كيف تلعب اللعبه مثل ما شايفينها. يا سلام سلم، واللي بيجيبها له جائزه ميداليه. يلا يا اخوان نبغى ثلاث اشخاص يا اخواني. واحد يا اخواني بنبدا الفعاليه عند الاخ مازن. طبعا الاخ مازن عنده اصابه في الرين، اول شيء ندعي له بالشفاء، الله يشفيه يا رب، الله يعطيه الصحه والعافيه. بيلعب اللعبه بيديه. يلا يا مازن ركزوا، بسم الله، يلا بسم الله، عطوا يا عبد الله.
قربوا يا معذب قربوا قربوا يا معذب قربوا يلا بسم الله يلا يلا يا مازن يلا يا مازن يلا يا مازن وجوب تسابق ثاني ابو طارق طبعا ابو طارق موجود هنا لعلاج ولد طارق ندعي له بالشفاء العاجل والله يعطيه الصحه والعافيه طارق انا عمي من يلا يا ابو طارق نبدا اللعبه ونقول بسم الله روح اخواني طبعا الان عندنا فقره الرزفه الحربيه نتمنى المشاركه من الجميع من جميع الحضور الموجودين نتمنى المشاركه في هذه الفقره تم ولا ما تم تم ولا ما تم يا حافظ بيض الله ويوكم يلا عيب بسم الله على بركه الله بالجميع برا الموجود يكون نفس ساحه وبنشغل الرزفه وبنرزف شويه وبنستانس وبعدين ان شاء الله بنكمل الفعاليات فعاليات اليوم مستمره ان شاء الله لين مره ينزل علينا الفيض
اخواني اول شيء بيض الله ويوفقكم كل من شاركنا في هذا اليوله، والله يعطيكم الصحه والعافيه، والله يشفي كل مريض ان شاء الله. جزاكم الله خير وبيض الله ويوفقكم، انكم ما رديتونا. بياض الويه الله يحفظكم، جزاكم الله خير. يا مرحبا يا مرحبا. عود السدر لاني يبغى ظلال وشوكه في اليدين، يا الرحمي يا الحاي بس تزعلني زعلان، زعلك في الاخوان يا الرحني، زعلك في الاخوان يا الرحني. وتوتو وش قال؟ يقول خلي خلا نروح معزومين، وخلي خلا نروح بيت الله، لو احنا قبر سود ما حلوين، ما يحل علينا سلام الله. وتوتو وش قال الاقبال؟ يقول وادي نبرسال من غربات مهدم نخيل، ويبال لا تضرب الناس بالضربات، ترى كل خقاق ابن خيل. وش قال؟ قال استوى عرسه فرض السيب سيب، وحضروا المعازيم في عرسه هل شفته كم سيب؟ يبارز ذيب واجب على الذيب يفتر في حالتي، وقف عقارب ساعته، شوف الأسى في دنيتي، حصل موناه وغايته، ويرسم على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت، تشبه بيوت العنكبوت. يا هم خذ همك واروح، يا صبر صبرني عليه، يكفي معانا توج روح، ناجي تهنهيها ابتدي، والمشكلة قلبي معاك اليوم يتجدد غلاه، المشكلة قلبي معاك اليوم يتجدد غلاه وتضحك. كفو صوت برزة وقال شباب المعزب عاشوا يا اخواني، تفضلوا على العشاء وبيض الله ويه كل من حضر. لو كنت احنا نزاقرهم يا سي قوموا نشوا عشاء. عشاء يا اخواني عشاء، وان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله راح نكمل الفعاليات باذن الله تعالى، الفعاليات مستمره ان شاء الله، بس بناخذ بريك للعشاء وبعد العشاء ان شاء الله راح نكمل الفعاليات. يلا يا اخواني يا مرحبا. كثير وبيض الله ويوفقكم وما عليكم زوجيتكم، صراحه اسعدتني قبل لا تسعدكم، واحنا نشكركم كذلك على الدعوه حقيقه. الله يطول عمرك، جزاك الله خير. عزيز عزيز جزاك الله خير. تستاهلوا انتم بعد متغربين، وانتم اهلنا واخوتنا، اذا احنا ما بنوقف وياكم الحين متى بنوقف وياكم واحنا واصلين؟ الله يطول عمرك، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. اللهم لك الحمد. مكان محكور وتعرف هذه المنطقه، نعم. ما منطقه مثل المناطق المتطوره بشكل كبير، فقط منطقه زراعيه، وجيتوا عملتوا فعالية تشكروا عليها، واجب واجب. غيرتوا لهم الجو، طلعتوهم من جو المستشفى والعلاج إلى جو الفرح، هذا شيء يعني ما لا يقدر بثمن. الله يجزيكم الخير، واجب واجب شهد الله. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، الله يحفظ. المنعم من اليبل الأخضر، أول شيء الله يشافيك والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. آمين إن شاء الله. طمنا أنت كيف صحتك؟ إن شاء الله الحمد لله بخير وصحة وعافية، ما شاء كيفاسك الحمد لله. تستاهل الخير. جزاكم الله خير على الحفل، ما قصرتوا. واجب يا عبد المنعم. جزاكم الله خير. واجب يا عبد المنعم، واجب شاهد الله. الله يجزيك الخير. يا مرحبا. الله يعطيك الصحة والعافية. سامحونا على القصور. لا والله انتم تسمحونا. ما قصرتوا اليوم وفرحتونا. واجب واجب شاهد الله، واجب يا أخوي مازن. ومتلاقين ان شاء الله في عمان باذن الله. والله يشفيك واستمر على العلاج، ولين ترد ان شاء الله امورك طيبه وفوق الطيبه باذن الله. بيض الله وجهك. يا مرحبا يا اخوي مازن. مرحبا يا مرحبا، حي الله المطروشي. حي الله المزروعي. الله يحييك، اول شيء سامحونا على القصور. مسموح يا الغالي. احنا متراخصين صوب الدار. جزاكم الله خير. الله يجزيك الطيب. زرعتوا الابتسامه وزرعتوا الفرحه على وجوه المرضى. اللهم لك الحمد والشكر. وهذا ما غريب حقكم انت والجروب يعني. جزاك الله خير. فباسمي وباسم جميع المرضى الموجودين في ماي لايف اقدم الشكر لفهد المزروعي والجروب ماله. الشكر واجب يا رب. ما قصرتوا بامانه، غيرتوا علينا الجو. بعدنا صار له شهرين وثلاث شهور، فما قصرتوا يا فهد، جزاكم الله خير. الله يجزيك الطيب. واجب واجب ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه، والله يشافيك ان شاء الله. يا مرحبا. احنا سالم غانم بالليل. حبيبي يا ابو راشد، تسلم يا الحبيب. حي الله ابو احمد. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. الله يحييك ويبقيك. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، حياك الله. سموحه منكم وش على قصور؟ لا والله مش قصور، طال عمرك. يا مرحبا، احنا سايرين صوب الدار. الله يحفظكم ان شاء الله.
وقبل ما تروح صوب الدار جزاكم الله خير. الله يجزيك الطيب. حبينا نشكركم. لا شكر على واجب يا ابو احمد. وعلى هالمجهود اللي سويتوه وعلى هذه الامسيه الرائعه اللي عمت الشباب هني والمسابقات اللي سويتها نفس الحاجه. واجب يا ابو احمد واجب صراحه. سعدت الشباب. اللهم لك الحمد والشكر. والشيخ يسعد الله انكم تستاهلوا يا ابو احمد بيض الله وجهكم. علي نفس الحاجه جزاكم الله خير ما قصرتوا. تستاهلوا. وفوق كذي تبرعتوا للشباب بعشاء ما شاء الله. باربع ذبائح. فاضلكم يعني فاضلكم هذا فاضلكم. واجب. ذبائح ترتيب. واجب يا ابو احمد. ايش طريقه؟ البوسنيه. البوسنيه. واجب يا ابو احمد واجب ان شاء الله. انتم صراحه وقفتوا عند الشباب وقفه طيبه. اللهم لك الحمد. زين والشباب نفس الحاجه دورهم يشكروكم على الواجب اللي قدمتوا لياهم. هذه طبعا يعني لفته طيبه منكم تشجيع للشباب. اللهم لك يعني الحمد. التشجيع هذه ساند الشباب قوه. ما حد نشد عنهم برا. حتى من دولتنا ما حد نشد عنهم قليل. الا انتم جزاكم الله خير بطيبتكم ومعروفكم. ما قصرتوا فيها. واجب يا ابو احمد واجب واجب الله لا شكر على واجب. يا مرحبا يا ابو احمد. يا مرحبا. الله يشرف مقدارك. اخواني طبعا عندنا الفقره الاخيره قبل ما نختم حفلنا لهذا اليوم وهي فرقه الالعاب الناريه فخلكم تابعين. يا مرحبا يلا تفضلوا ريدي يلا هاي بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الفعالية.
يا سلام سلم عجو 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 يلا عجو يا سلام عجو يلا يلا What's your name? Shamir. Shamir. What from? Kerala. Kerala. Mabrook. 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 Atu Medini ya shabab. El Medini ya shabab. Kerala mina. Ya salam. What's your name? إخواني نختتم حفلنا لهذا اليوم وبيض الله وجوهكم يا إخواني على الحضور وجزاكم الله خير. هو متلاقي ان شاء الله على خير واللي عنده علاج يشد حيله في العلاج وان شاء الله ترجعون له سالمين غانمين للدار واستسمحوا لنا باكر من الشواب اللي هنا في المستشفى ازعجناهم وجزاكم الله خير ومتلاقين ان شاء الله يا مرحبا السامع للجميع وبيض الله وجوهكم يا مرحبا يا مرحبا اخواني كل الشكر والتقدير للاستاذ اقبال جزاه الله خير وبيض الله وجهه اللي تعاون معنا في هذه الفعاليه وفضلنا ساحة المستشفى وقال سووا حفلكم وعز ربعكم العمانيين وسووا ترتيباتكم وما قصر غير كذا يا فعاليات من عنده جزاه الله خير ما قصرت يا استاذ اقبال الله يعطيكم الصحه والعافيه واجب جزاك الله خير هذا بسيط اقبال يا اخوان شمه خليت لكم رقمه بخصوص العياده وبرجع تو اخليه مره ثانيه مع حساب سناب اتواصل عنده متخصص في العلاجات الطبيعيه عدة أنواع وأنا صورت لها لكم قبل كم يوم ولكن واجين بعدهم أمس يردي رسولي يحتاجوا رقم فبرجع بخليكم الصور مرة ثانية مع أرقام التواصل تواصلوا عنده ورسلوا التقارير وإن شاء الله ما بيقصر عندكم مثل ما معتني بهذا المرضى الموجودين تو من توصلوا إن شاء الله أنه ما بيقصر عندكم أكيد أكيد يا مرحبا ما راح أقصر معهم إن شاء الله تحت خدمتهم جزاك الله خير هذه طبعا من اول ما قلنا نسايرين الهند والكلي والصين بعود ودهن عود وعود خشب والى اخره ابشركم اقبال صحيح موفر محل من اجود انواع العود في العياده شوف شوف بعينك العين ليها النظر يا اخواني هذا يا اقبال وش اسمه؟ سله يا سلام ما هو وهذا اسمائهم نقلندي من ماروكو هذا زرع 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 هذا ازرق الدقة دقة قاف هذا كلمنتان هذا كمبودي هذا ماليكي سلة يا اخواني مثل ما شايفين هذا العود يقول لك من المزرعة دايركت الى المحل صحيح اقبال اقبال انا ما صورت المحل الا انك قلت لي شيء توصيل لنعمان لان العربان كلها توصيني صحيح نحن نوصل يعني اينما يكون ما في مشكله يوصلون الى عمان كيف الى عمان شركات الشحن مثل ديتسل ومارامكس نتعامل معهم عندنا حساب خاص صح؟ توصل الى عمان الى عمان الى بيوتهم يوصلون يا اخواني والله العظيم من قبل كل شيء يوم يوصلون في بيوت. سالت الشباب الموجودين العمانيين الموجودين في المستشفى قلت لهم كيف العود ماله قبل ما اصور قالوا والله العظيم من اجود انواع العود واحنا نتعامل عنده فالعود كذلك الدهان يا اخواني موجوده خاص هذا طبيعي طبيعي يا سلام جرب لنا والله اليوم الصباح بما انا ريحته يا اخواني سبحت وبعدها الريحه موجوده فمن اجود انواع العود موجوده بخليكم ارقام التواصل الريال خبركم انه عنده شركات توصل الى عمان دي اتشل وارامكس وفدكس كل الشركات موجوده عندنا حساب الى عمان الى عمان يا سلام ارقام التواصل ان شاء الله رد عليهم اول باول اول باول مباشره يا سلام يا سلام لا تقصرك يا اخواني جميع دول الخليج اهل الامارات الامارات والعمانيين والسعوديين ما في اي مشكله لا تقصر جميع دول الخليج تواصلوا عندهم من اجود انواع العود يقول لك مره من المزرعه دايركت الى المحل يا مرحبا ارقام التواصل بعد الفيديو سوي كابتشر واحتفظ بالصوره واطلب